بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. أيها الأحباب، طيب الله أوقاتكم وأحوالكم، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيها الأحبة، من الأمور التي بإذن الله تبارك وتعالى تؤهلنا للفوز بكأس رمضان بإذن الله، وبها بإذن الله تبارك وتعالى نستعين بعد عون الله تبارك وتعالى من الأسباب التي تؤدي بنا إلى أن نفوز بكأس رمضان الصاحب ساحب الصاحب يا جماعة، الصاحب يا أحبابي خير معين لك على طاعة الله. انظر إلى صاحبك حبيبي، قالوا قديما بأن الإنسان ميزانه صديقه، ميزانك صديقك. قل لي من هو صاحبك، أقول لك من أنت يا أختي. أنت بصحبة مين؟ أعرفك يا احباب اخوان. الصاحب ده هو ميزان صاحبه يا احباب اخوان في الله. فدايما الصاحب الطيب لا يصاحب الا طيبا ان شاء الله رب العالمين. كذلك كما يقال الطيور على اشكالها تقع، عمر الهدهد ما يمشي مع الغراب، نسال الله العفو والعافيه يا احباب اخوان في الله، ولا الصقر يمشي مع الحمام يا احباب اخوان في الله. نسال الله تبارك وتعالى الهدى والتقى احبابي والغنى يا احباب اخوان في الله. الصاحب ساحب كما يقولون. لاجل ذلك لو نظرنا الى القران لوجدنا لفظ الصديق ولفظ الصاحب. قال الله في لفظ الصاحب يا احبابي: اذ يقول لصاحبه لا تحزن. سيدنا النبي مع صاحبه يا احباب اخوان في الله سيدنا أبو بكر الصديق. قال الله تبارك وتعالى عن الصديق عن أحوال أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال على الإجمال الأخلاء يعني الأصحاب والأصدقاء: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. نعم يا أحباب إخواني في الله، الأخلاء الأصدقاء يوم القيامة يتحولون إلى أعداء. لماذا؟ لأنهم تآخوا وتصادقوا وتصاحبوا على غير مرضات الله، تصاحبوا على المنكرات، على المخدرات، على المسكرات، على السجائر، على الحرام يا أحباب إخوان في الله. فيوم القيامة ينقلبون إلى أعداء. أما من تآخى وتصادق وتصاحب في الله ومحبة في الله يكونون أخلاء يوم القيامة رب العالمين. قال الله رب العالمين كذلك يا أحباب إخوان في الله عن أهل عن مصاحبة أحباب إخوان في الله، أو عن التحذير من مصاحبة أهل السوء ومجالسة أهل السوء. قال ربي تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. نسأل الله العفو والعافية يا أحباب إخوان في الله. الصاحب خير معين لك يا أحباب إخوان في الله، أو من الأشياء التي تستعين بها بإذن الله على طاعة الله رب العالمين. اسمع إلى رسول الله فيما صح عن رسول الله من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي محمد قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك. الله الله الله، كحامل المسك يا أحبابي. واحد يحمل مسك تجد منه ماذا؟ قالوا حامل المسك إما أن تبتاع منه يعني تشتري منه، أو إما أن تجد يا أحبابي إخواني. قالوا حامل المسك يا أحبابي إخواني في الله إما أن يحزيك يعني يهديك يعطيك هدية، أو إما أن تبتاع منه، أو إما ما ادكش هدية ولا اشتريت منه أن تجد منه رائحة طيبة. أما أحباب إخوان في الله نافخ الكير اللي هو الحداد، إما أن يتطاير يا أحباب إخوان في الله الشرر فيحرق ثيابك، أو أضعف الإيمان أن تجد عنده رائحة خبيثة. نسأل الله العفو والعافية. لأجل ذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن أهمية الصديق وعن أهمية الصاحب يا أحباب، لأنه هو الصورة منك ونسخة منك وعلى أخلاقك وعلى هيئتك، وهو المؤثر فيك وأنت المؤثر فيه يا أحبابي، خيرا أو شرا ونعوذ بالله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. وفي حديث: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. شوف صحبك مين يا راجل، ولماذا تصادقتم ولماذا تصاحبتم؟ هل تصاحبتم على طاعة الله أم على معصية يا أحبابي؟ واحد تصادق على سجارة يا أحبابي، واحد تصادق على معصية يا أحبابي إخوان في الله، عرفوا على واحدة في الحرام، أو عرفوا يا أحبابي إخوان في الله كأس من الخمر شربها يا أحبابي إخوان. سألوا يا أحبابي إخوان في الله من هم خلف القضبان في السجون، أكثرهم وأغلبهم 80% بسبب صديقه يا أحبابي إخوان في الله. نسأل الله العفو والعافية. بل أكبر الجرائم كانت بسبب الصديق، بل أكبر الموبقات الخمرة أول واحد عرفها لك صاحبك، السجارة أول واحد أدها لك واحد صاحبك، صليتم على رسول الله، معرفتك ومعاكستك للبنات واحد صاحبك، مع العياذ بالله وكر الزنا
واحد صاحبك عرفه الصاحب ساحب، إما أن يسحبك إلى ورضات الله وإلى الخير، وإما والعياذ بالله يسحبك إلى سخط الله، ونعوذ بالله من ذلك أحباب إخوان في الله. لأجل ذلك أيها الأحبة في الله، ونحن ندخل على مسابقة رمضان وعلى التنافس رمضان، فين أصحابك؟ أصحاب الخير، إما أن يدفعوك إلى صلاة التراويح وصلاة القيام وقراءة القرآن، أو يدفعونك إلى الخيبة الرمضانية والمسابقات الرياضية، ونسأل الله العفو والعافية أحباب، وتضيع التراويح في تراويح، ونسأل الله العفو والعافية يا أحباب إخواني. انظر إلى صديقك من الآن، جهزه كما تجهز يا حبيبي وأخي في الله السجادة بتاعتك والمصحف بتاعك. شوف صديقك اللي حيعينك على طاعة الله، أول ما تجي تمشي من المسجد يقولك يا راجل اصبر، ده سيدنا النبي يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا أحباب إخواني في الله، لأجل ذلك جهزوا أصحاب الخير ليعينوكم على مسابقة رمضان والكأس والكأس يا أحباب، أو الفوز بكأس رمضان. أسأل الله رب العالمين أن يرزقنا أحباب إخوان في الله الصحبة الطيبة التي تعيننا على أمر ديننا ودنيانا، وتأخذ بأيدينا إلى الله. قال حبيبك لأختم كلامي: لا تصاحب إلا مؤمنا. يا الله، لا تصاحب إلا مؤمنا، ما تصاحبش غير مؤمن، لأن المؤمن دايما فيه الخير، أينما وقع نفع. أختي الكريمة، لا تصاحبي إلا مؤمنة تدفعك إلى الخير، تفهمك سلوكيات زيودك، تأخذ بيدك يا أختي إلى استقرار بيتك، تنصحك في الله. إن صاحبتي المؤمنة هدتك إلى ما يحب الله رب العالمين، إلى ما يحب ربي تبارك وتعالى. أما إن صادقت غير المؤمنة دفعتك إلى تخريب بيتك والتلئيب والكلام والأخذ والعطاء. ونسأل الله العفو والعافية أحبتي وإخواني في الله. قال حبيبك: لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الفائزين، وأن يرزقنا أحباب إخوان في الله صحبة تعيننا على أمر ديننا ودنيانا، وتأخذ بأيدينا إلى الله رب العالمين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسى أن تشير المقطع لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.